فيصل مرجاني رئيس جمعية مغرب التعايش. كيف ما تتشوف اليوم تنحتفلوا بالذكرى الثانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية ما بين المغرب وإسرائيل اللي نحن كمجتمع مدني تنحتفيوا بها، وأننا كنشيدوا بالمبادرة الجريئة ديال سيدنا الله ينصرو اللي أعطت واحد القيمة مضافة إلى تعزيز سياسة السلام بالمنطقة. واليوم الشراكة ديال المغرب وإسرائيل ما تتوقفش فقط على من بعد لي زاكور دو براهام ولا الاتفاق الثلاثي ما بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك تاريخ مشترك، هناك مغاربة يهود ومغاربة مقيمين بإسرائيل تقريبا هما مليون نسمة. فالمغرب دائما وأبدا حافظ على تلك الروابط ما بين مغاربته أي مغاربة العالم. فاليوم نحن كمجتمع مدني نعطي صورة اللي هي غير نمطية للمجتمعات الأخرى باش تاخذ نفس المسار، لأننا سئمنا من الحروب، سئمنا من الكراهية، وأننا اليوم تبنينا ثقافة السلام والتعايش وتقبل الآخر وكذلك العيش المشترك. اليوم المجتمع المدني كذلك هو مسؤول على تعزيز ثقافة السلام وتعايش وتقبل الآخر. فاليوم المجتمع المدني أصبح مسؤول وأصبحت له دراية، خصوصا بعد أن دستور 2011 يعطي واحد القيمة مضافة للمجتمع المدني اللي هي 21 بوند كيتكلموا على الديمقراطية التشاركية. فبدون مجتمع مدني ما يمكنناش أننا ننشروا ونوعيوا ونشروا ثقافة السلام وتقبل الآخر والعيش المشترك. Je suis très heureuse d'être ici et pour moi personnellement le fait que je suis ici c'est une sorte de reconnaissance à tous nos partenaires et tous nos amis pour le travail qu'ils ont fait et ils œuvrent beaucoup pour le rapprochement entre les musulmans et les juifs et entre Israël et Maroc et ils ont travaillé depuis longtemps, beaucoup avant la reprise de relations diplomatiques, donc on est très très reconnaissant. En plus, nous attachons beaucoup d'importance au projet de bottom-up, de projets qui viennent du peuple et pas seulement aux projets qui viennent du gouvernement. Je crois que les choses les plus authentiques, les plus importantes, les projets qui vont vraiment servir de base pour les relations, ce sont les projets qui sont faits à niveau social, entre des organisations, entre les peuples, et entre des amis, entre partenaires qui font partie de la société civile. Youssef Azhari, مدير شراكة المغرب. Donc, هذا الحدث هو عبارة عن تقييم لسنتين من العمل على تقريب بين الشعوب وبين ثقافتين لا طالما كان بينهما تاريخ عريق. احنا الآن كنخدموا في الدبلوماسية الموازية، وهي دبلوماسية تحتفي بالأنشطة ديال المجتمع المدني في هذا الخصوص. بالنسبة للعلاقة بين إسرائيل والمغرب هناك العديد من المجالات اللي كنخدموا عليها، منها مجال التعليم، مجال البيئة كذلك، وما نسمى بالواتر مانجمنت، خدموا أيضا على التقريب بين الطلبة وكيف تلاقح بين الثقافات. دونك الحمد لله احنا فرحانين أن السفارة الأمريكية السفارة الإسرائيلية لبوا الدعوة ديالنا، وكان
كنتمناو اننا نكونوا على حسن الظن واننا نقدموا واحد المشروع عمل العام 2023 اللي نخليو واحد العدد كبير ديال الناشطين في المجتمع المدني انهم يخدموا معنا ويخليونا اننا نعملوا على هذا التقارب بين الشعوب ومن اجل السلام طبيعة الحال. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.